لا يقتصر على الوصول إلى الفضاء فحسب، بل يمتد إلى استكشافه ودراسته، إذ يهدف برنامج الفضاء في دولة الإمارات إلى دعم الحكومات والمؤسسات المحلية والعالمية في رصد التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، إضافة إلى توظيف الشباب وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. بعد إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء مؤخراً عن إطلاق أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر، أكد عدنان الرئيس مدير برنامج المريخ 2117 أن مستكشف المريخ راشد يمهد الطريق لإرسال مهمات مأهولة وتحقيق استراتيجية المريخ 2117. ننتقل فوق هذا السطح الجرم السماوي اللي هو سطح القمر، راح ننطلق إلى مناطق جديدة، نستكشف أماكن جديدة على سطح القمر لأول مرة. فهناك تقنيات الروبوتات اللي راح نمكن فيها شبابنا وشاباتنا مهندسينا في مركز محمد بن راشد للفضاء لتطويرها من خلال هذا المستكشف. المشروع الجديد هو صناعة إماراتية خالصة، إلا أن أثره له انعكاسات دولية. فراح نزور مواقع جديدة لأول مرة، وراح نختبر هذه المواقع، راح نختبر خصائص التربة في هذه المواقع، وأيضا راح ندرس خصائص جديدة لأول مرة من خلال بعض المواد اللي راح تكون على متن المستكشف. عدة اتفاقيات بين الإمارات ومراكز بحث دولية أبرزها وكالة ناسا ستساهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. فمن خلال هذا البرنامج راح نمكن الصناعات القائمة في الدولة ونأهل الصناعات هذه بالمشاركة بمشاريع مستقبلية، وأيضا راح ندعم رواد الأعمال الشباب المتميزين بحيث أن يدخلون في مجال الفضاء. ورغم الصعوبات التي تنطوي عليها مهمات استكشاف القمر، حيث يمتاز القمر ببيئة قاسية ودرجة حرارة تصل إلى 173 درجة مئوية تحت الصفر، إلا أن المركز يعول على التقنيات الحديثة وخبرة المهندسين في إتمام المهمة بنجاح. جوان العزاوي، الحرة، دبي.